مساء الخير عليك زميلي امير، وبرحب بيك طبعا وبرحب بكابتن الكبير الكابتن ياسر ريان وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما بناكد بنقول امير، نظرا لتلاحم المباريات الشديد النادي الاهلي وصل الى الجونه، نقدر نقول ان انطلقت طائره النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي في رحله طيران ساعه او ساعه و10 دقائق، انطلقت من مطار القاهره الساعه 5:30 توقيت اليوم، وصلت بسلامه الله الى فندق الاقامه، ومباشره توجهوا الى تناول وجبه العشاء. استعداد كان اخير على ملعب مختار التتش النهارده صباحا في تمام الساعه 11:30 صباحا كالعادة طبعا، مستر مارتن لاسارتي ووقوفه على كل نقاط القوة والضعف في محاضرات الفيديو لكافة الفرق. يمكن تابع أكتر من مباراة لفريق الجونة، وأكيد طبعا المباراة الأخيرة اللي كان نادي الجونة بيأدي أداء أكتر من رائع وفاز بالفعل على نادي بيراميدز في مباراة أكتر من رائعة، تألق فيها يمكن عدد كبير من اللاعبين على المستوى الفردي، سواء أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي، أكرم توفيق، عدد كمان من اللاعبين بشكل كبير، أحمد علي، مش عايزين ننسى حد، لكن أدوا أداء رائع. فداخلين أكيد أمير هدية المباراة بمعنويات مرتفعة، عندهم أكيد الكابتن حمادة صدقي اللي المدير الفني اللي بيأدي أداء مميز تكتيكيا داخل المباريات أو داخل أرض الملعب، له فكر مميز أكيد مستر مارتن هيشتغل على هذا الأمر. مباراة غاية في الأهمية لفريق النادي الأهلي نظرا للنقطة اللي احنا اتكلمنا فيها، وهي إن الفرقة تخش عندها دوافع كبيرة. لكن على الجانب الآخر فريق النادي الأهلي في قمة تركيزه، بياخدوا خطوات ثابتة للأمام سواء بالأداء المميز وأيضا كمان بحصد النقاط. عندنا غيابات عديدة وعندنا غيابات كثيرة جدا لفريق النادي الأهلي، لكن يمكن الحمد لله تدريجيا بيعود بعض اللاعبين. النهاردة يمكن لو بنتكلم على القائمة، يمكن القائمة فيها 20 لاعب أمير، أكيد أنتم طبعا اتكلمتوا عليها، لكن 16 لاعب بيغيب عنا فريق النادي الأهلي، ده عدد كبير جدا، لكن منهم عدد من اللاعبين في المراحل النهائيه من التاهيل، ودي يمكن الامر المبشر والمطمئن لكل جمهور النادي الاهلي. النهارده كمان يمكن بنطمن الجمهور على الشناوي، الشناوي النهارده خارج القائمه، لكن الشناوي شعر بالام في العضله الضمه، لكن من سؤالنا طبعا لطبيب النادي الاهلي والجهاز الطبي ان شاء الله ما تطولش مع الشناوي، الام خفيفه، لكن اكيد النهارده بنفقد الشناوي. لكن شريف اكرامي طبعا كالعاده، علي لطفي متواجد، مصطفى شوبير ايضا كمان متواجد في حراسه المرمى، باذن الله يكون جاهز ان شاء الله يكون في حراسه المرمى غدا بالنسبه لمباراه الاهلي والجونه اللي هتقام على استاد الجونه في تمام الساعه 4 عصرا. تعرف طبعا كمان يا امير في تحذير مستمر من الجهاز الفني، لان المناخ متقلب شويه والملعب كمان بشكل يمكن انت عارف ملعب الجونه الهواء بيبقى فيه شديد شويه، لكن حتى هذه اللحظه يمكن صباحا الشمس بتكون قويه، ما شفناش هواء خالص، الجو يمكن مقبول بشكل كبير. بنتمنى ان شاء الله غدا اليوم ما يبقاش فيه هواء، لان الجو بالنسبه لملعب الجونه وارضيه الملعب، يعني كابتن ياسر ريان طبعا نجمنا الكبير عارف ارضيه ملعب الجونه، واحمد كمان، احمد ياسر ريان لعب على ارضيه الملعب، لكن الجو العام بالنسبه للملعب ان شاء الله ما ياثرش على لاعبي النادي الاهلي. وان شاء الله تكون يمكن الخطه اللي مستر مارتن اتكلم عليها والتكتيك اللي اتكلم عليه النهارده صباحا، وهيتكلم ايضا كمان عليه في محاضره فنيه اخيره، محاضره فيديو النهارده عقب انتهاء العشاء مباشره امير هيكون في محاضره لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني والجهاز الفني بالكامل للاعبين، لوضع طبعا النقاط على الحروب باذن الله، نقاط الثغرات الخاصه بفريق الجونه. الامور ان شاء الله باذن الله كلها تكون مطمئنه لفريق النادي الاهلي وتصب في مصلحه النادي الاهلي، ويحصل 3 نقاط هيكونوا مهمين يا امير كالعاده في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. احنا متواجدين كالعاده في الفندق زي ما بقول لك، خلاص يمكن اللعيبه انهت بالفعل العشاء وبتتوجه مباشره الى الغرف، ومنها ان شاء الله في خلال نص ساعه هتكون المحاضره الفنيه الاخيره هنا داخل فندق الاقامه. لو في اي استفسار يا امير انا معاك. يعني في الحقيقه كريم انت رديت على كل الاستفسارات اللي احنا ممكن نسالها لك، طبعا بشكرك شكرا جزيلا، قلت لنا تغطيه وافيه من مقر اقامه النادي الاهلي في الجونه واستعدادا